بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أشرح لكم قصتي في دعوة غير المسلمين للإسلام. مكثت 20 سنة أو أكثر، يمكن 23 سنة أفكر يعني ليش يسلم ما يسلم الناس على يدي، يعني أتمنى مليون شخص يسلم على يدي، هدف بس بدون تنفيذ. مرة صابني يعني تفكير قوي وهم، ليش ما يسلم الناس؟ وين أنت؟ ما دعوت ولا واحد يسلم على يديك؟ فقلت سأبدأ إن شاء الله. وجتني قاعدة طبقها أنت، بدل ما تسب الظلام أوقد شمعة، ابدأ خطوة واحدة للأمام. والحمد لله فعلا بدأنا الخطوة الأولى. اجتمعت مع واحد من الإخوة، لما اجتمعنا قلت وش نصلح؟ إذا نضع جروب في الواتساب، وكان الجروب يسع 50 شخصا فقط. وفعلا جمعنا الأشخاص وجمعنا من نعرف ومن الدعاة المعروفين، ووضعتهم يعني طلبت منهم أرقام الدعاة وأضفتهم حتى امتلأ الجروب. ثم وضعنا جروب ثاني أيضا لأنه امتلأ، حتى جاء 100 شخص، ثم جاء الآن 250 شخص يسع الجروب الواحد في الواتساب. هنا بدأنا بالدعوة، بدأنا نتكلم، و في أحدهم اللي دخلوا قال اذهب معي للفلبين. أنا ذاهب، قلت يلا، وذهبت للفلبين. معليش جلست 3 شهور ما أسلم أحد، أسلم واحد، ثم جت سفرة الفلبين فذهبنا للدعوة هناك، ما أسلم أحد أول الأمر، كان عندي الزيارة 4 أيام فقط عندي وسأرجع. ذهبت للدعوة في عند الكنيسة يعني حدائق، قلت خلاص أروح أتكلم معهم بالحسنى، أبى الناس أن تسلم. دخلت الحديقة جلسنا، تذكرت ذنوبي، قلت ممكن الذنوب، قلت هذا من الشيطان، قلت لنفسي هذا من الشيطان، استغفر. فقلت استغفرك يا رب، قلت استغفرك اللهم إنك غفور رحيم، ولا وهذا من الشيطان. فسبحان الله لما أحسنت الظن بالله، الله هدى على طول في 3 دقائق بعد دعوتي، هدى الله 5. هذه أول البداية وهذا أول الفتح. ثم أسلم بعد ذلك 7، يعني وصلنا 7 من الغد، أسلم 10، ثم اللي بعده أسلم 10، ثم 20، ما وصلنا 50 شخص أسلموا في تلك الرحلة. رجعت إلى السعودية وأنا فرح، حاولت أني أصلح شيء في دعوة غير المسلمين في الفلبين، يعني وجدت الناس يعني يتصاعبون الدعوة، حتى الدعاة هناك تجد ما أسلم عندهم إلا قليل، لأنه ما يفكر أنه بسيط الإسلام وأنه يتوكل على الله لا يتوكل على نفسه. فلكن سبحان الله ما أراد الله، فتوجهت لأفريقيا بسبب أحد الأخوة أرشدني وقال لي أفريقيا. ثم تواصلت مع الشيخ بعض المشايخ، الشيخ وحيد بالي، ثم قلت استقبلونا، فاستقبلنا وذهبنا وأسلم في تلك الرحلة 6000. ثم أسلم بعد ذلك، فتح الله عز وجل. وفي أحد السنوات الأخيرة التي قبل 2 سنين جتني فكرة بسيطة، فأسلم فيها 350 ألف، يعني تقريبا 1000 باليوم، يعني معتبر، يعني بفكرة بسيطة ما كلفت شيئا، أقل من تكاليف الرحلة. فإن الله الذي يريد هداية الناس يهدي الله. الآن أنا هدفي يسلم 1 مليار شخص، وش فعلت؟ دعوت الله وقلت اللهم إن هذا هدفي وأنت المعين، ليس لي، أنا سأبذل الجهد وهذه نيتي. يكتب الله لك النية، إذا نويت إسلام 1 مليار سيكتب الله لك الأجر، لا حتى لو ما أسلم، ولكن إن شاء الله سوف نصل لهذا العدد بإذن الله عز وجل. أقول أنت أيضا سيسلم الناس على يديك، أنت سيسلم الناس على يديك، سيسلم الملايين على يديك، صدقني. لكن ادعو الله وسل الله، وسترى الله يفتح لك فتحا، وجزاكم الله خيرا.